أوقف الحكم. لماذا أوقف تنفيذ؟ نفذ الحكم. معي أمر من مولانا خليفة المسلمين بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الأمير أبو عبد الله والاكتفاء بخمسين جلدة. ماذا حدث؟ أين مفتاح الأصفاد؟ ماذا حدث؟ أين مفتاح الأصفاد؟ الحمد لله على سلامتك يا أمير. لقد انكتب لك عمر جديد يا أبو عبد الله. الحمد لله. ستعلم لاحقا. سواه خالد كان مخدرني، وكل الفترة فاتت كان يبذل كل جهده حتى يلغي مولانا الخليفة حكم الإعدام. وشلون عرفت؟ بلغتني الأخبار أن أبو خالد حاول أكثر من مرة أنه قابل مولانا الخليفة حتى يصدر قرار العفو عن أبو عبد الله، بس ما كان يجي في بالي أن مولانا الخليفة يصدر العفو في آخر لحظة. معناته أبو عبد الله راح يشيل بقلبه عليك لأن صدرت حكم الإعدام عليه، راح يعلن عليك الحرب. أحمد ربك هاي المرة الثانية اللي تنجبيها من الموت. راح أخلي أبو عمرو يجيب لك دهن وأدوية حتى يشفي الجرح بسرعة. حتى الحاج كاوا بعد محبوس ورفضوا أني أزوره في السجن. دواعش ما سلموني الوظيفة اللي طلبتها، وحتى زياد صار لمدة ما اتصل بي ولا شرح لي القصة. شو سوي؟ ألو؟ كلها كم يوم وتصير أحسن. أعرف أنكم كنتم تتمنون إعدامي كي تتخلصوا مني. بعمري ما تمنيت الأذى المخلوق. لماذا لا أراك سعيدة بنجاتي؟ ممكن تسكت وتحاول أنك ترتاح؟ راحتي، أنت تعرفين. شيماء اجابك ممتاز. يوميه يجي للسوق ويحاول يحكي وياي، وانا سبيته ورزلته اكثر من مره بس ماكو فايده. ممتاز. اي وهددته، قلت له انا راح اقول لك على كل شيء حتى تأدبه. قال شنو؟ قال اخوي جبان كل شيء ما يقدر يسوي لك. روحي هسه، روحي انا اتصرف، روحي. يا جاسوس يا عدو الله اخذوه. شكو ايش صاير سمير؟ شكو انت بني ادم عديم الامانه والمروءه، هي اخرته وياك. تعاكس اختي
وتقول عني واحد جبان؟ أنا جبان يا تافه؟ ماكو هيك حكي، ماكو هيك حكي. اسكت اسكت اختي، ما تكذب. سمير اهدى واني راح افهمك كل شيء. ما راح افهم، اني راح اقعدك يا كلب. اقعد اقعد. سمير شو تريد تسوي يا مجنون؟ اني راح اشوفك شو مسوي المجنون. سمير اذا قربت يم اختي مره ثانيه افرغ المغسل براسك. افتهمت يا كلب؟ افتهمت؟ قاعدين نسوي خطر، فهميني وين ماخذتني؟ مو زياد قال لي أجر لك هنا بيت حتى تاخذ راحتك بيه، وأنا قلت أجر لك هذا البيت. زياد ليه ما قال لي إلي؟ إيش مدري نعود أسأله، دمشي خاطر الله. أنت اللي كنت تحدد مواقع سيارات الأخوة حتى طيران التحالف يقصفها؟ من اللي وراك؟ احكي. المخابرات؟ الشرطة الاتحادية؟ احكي. موبايلك هذا انطيني الباسورد مالته واحنا ممكن نخفف عقوبتك. يعني ما تحكي؟ زين شوفوا شغلكم. آه عجبك البيت؟ زين. أنت عود لا تشيل هم، أنا راح أجيك وأطبخ لك وأطمن عليك. شلون تجين؟ والجيران شو يقولون؟ لا تخاف من هالموضوع، ما حد راح يشوفني. ليش راح تصيرين شبح؟ لا مو شبح، بس أنا أتصرف. بس هسه زياد ليش يريد يكون عندي بيت لوحدي بعيد عن الدواعش؟ والله ما أدري، الظاهر زياد عنده سر وأنا من نفسي ما فاهمة شي. والجاسوس هل اعترف بشيء؟ لا إلى الآن لم يعترف بشيء، ولكنه سيعترف إن شاء الله. إن كان لديه أعوان في الموصل أو شبكة تجسس سنقبض عليهم، ولكن أخبرني أنت كيف أصبحت صحتك؟ أتحسن والحمد لله. الكتاب اللي أمامكم سنقطع منه الصور، لأن الصور حرام، وكل القصائد والأشعار اللي بالكتاب لا تدرسوها. احنا ما عندنا قصائد واشعار الا في حب الله ورسوله، ولو وجدتوا كلمة وطن نشطبها. تعرفون ليش؟ لان احنا ما عندنا شيء اسمه وطن.